يكتب افتتاح متجر دنهل في تجمول سطور الفصل الجديد من الاستراتيجية العالمية اللي بتتبعها العلامة في الشرق الأوسط بعد فترة وجيزة على افتتاح متجرها الحديث في دبي مول. دنهل اتس بريتش براند وعمره فوق 120 سنة. نحن متخصصين أكثر بالليذر جودز وبالهارد برودكت. هارد برودكت هي اكسسوارز عم تروح للكافلينجز للتاي بارز. ليذر جودز عم نروح أكثر للدوكيومنت كيس. اوكي، وعندنا كتير بارت كتير مهم اللي هو ريدي تو وير والميد تو ميجر. سو الميد تو ميجر انه اليوم الزبائن بيقدروا يجي يفوتوا عندنا ويفصلوا اي قطعه بدهم اياها، من الجاكيت للسوت للتراوزر شيرت. المتجر المصمم من الرخام الرمادي المستوحى من واجهة متجر دنهل في حي روديو درايف الراقي في الخمسينات من القرن الماضي. تحيط ألواح الخشب الأبيض بالتصميم اللي بتحمل توقيع المدير الإبداعي للدار مارك ويستون. أما الخزائن المصممة من الخشب المزين بنقشة عرق اللوز والتي تأوي الإكسسوارات الرجالية فمستوحى من المفروشات في متجر العلامة في شارع دوك ستريت في لندن وشارع رودي لابي في فرنسا. بداية كنا احنا افتتحنا في السعودية وبعدها عملنا دراسات عدة للأسواق العربية، وجدنا الأردن أنها من أنسب الأسواق للمضي في دنهل وافتتاح فروع أخرى للسوق المميز في الأردن والازدهار الاقتصادي الجيد في الأردن وكذلك للبنية التحتية القوية في الأردن والتي ساعدتنا في البداية بتسهيل جميع أمورنا حتى افتتحنا اليوم وأصبحنا على أرض الواقع. حالياً افتتحنا أول تجربة اللي نسميها، وإن شاء الله في المستقبل يكون فيه إن شاء الله توسع أكبر من كذا في الأردن إن شاء الله في مدن الأردن جميعاً. يستعرض المتجر تشكيلة مختارة بعناية من التصاميم الفاخرة، منها الأزياء الجاهزة فضلاً عن القطع المصممة من الجلد والإكسسوارات الراقية.